بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 52. على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وبحمده: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى شهر رمضان، هذا بيان لقوله تعالى في الآية السابقة أياما معدودات، أن هذه الأيام المعدودات هي أيام شهر رمضان. وشهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة الهجرية القمرية، هو الشهر التاسع من السنة الهجرية القمرية. شهر رمضان ثم وصفه بأنه أنزل فيه القرآن، هذا مدح لهذا الشهر وثناء عليه بهذه الصفة العظيمة والميزة الكريمة التي خصه الله بها من بين سائر الشهور. أنزل فيه القرآن، أنزل من عند الله عز وجل، فالقرآن كلام الله جل وعلا، تكلم الله به، تكلم الله به وسمعه منه جبريل عليه السلام أمين الوحي، سمعه من الله جل وعلا، تلقاه من الله، ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغه لأمته. يوضح هذا قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام على قلبك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل عليه السلام، جبريل رسول من الملائكة، لأن الرسل على قسمين، رسل من الملائكة ورسل من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، جبريل عليه السلام أعطاه الله قوة عظيمة عند ذي العرش وهو الله جل وعلا، فجبريل قريب من الله عند هذه عندية تقريب،
فجبريل قريب من الله جل وعلا، عند ذي العرش مكين، له مكانة، مكين يعني له مكانة عند الله من بين سائر الملائكة، مطاع، أي أن جبريل عليه السلام تطيعه الملائكة، مطاع يعني تطيعه الملائكة، له أمر ونفوذ في السماء، تطيعه الملائكة الكرام، مطاع ثم يعني هناك، ثم اسم إشارة أي عند الله سبحانه. ثم وصفه أيضا بأنه أمين، أمين عليه الصلاة والسلام، أمين على وحي الله، لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما حمله الله إياه بأمانة. وفي الآية الأخرى الروح الأمين، وصفه الله بهذه الأوصاف، أنه رسول وأنه كريم وأنه ذو قوة وأن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى وقرب من الله، وأنه تطيعه الملائكة الكرام، وأنه أمين، وصفه بالأمانة في تبليغ الرسالة التي حمله الله إياها. ثم قال: وما صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون، كما تقوله الكفرة والمشركون الذين يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، ويقولون شاعر، ويقولون مجنون، ويقولون معلم، إلى غير ذلك من أوصافهم القبيحة التي يصفون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله نفى عنه هذه العيوب فقال: وما صاحبكم بمجنون، بل هو أعقل البشر وأوفى البشر عقلا وكمالا عليه الصلاة والسلام. ما كان الله ليختار لرسالته المجنون، وإنما يختار لرسالته أعقل الناس وأكمل الناس وأشد الناس أمانة، لأن الله اجتباه عن علم واختاره عن علم، فهذا هو سند القرآن، هذا هو سند القرآن، تلقته أمة محمد عن محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه محمد عن جبريل، وتلقاه جبريل عن الله سبحانه وتعالى. وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وتناقلته أمة محمد جيلا بعد جيل، محفوظا بحفظ الله، لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا هو القرآن الكريم. وهذا القرآن نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر، في هذه الآية قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه في إحدى لياليه. وقد بين الله
في الآيات الأخر أنه أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر من رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من ليالي رمضان. فإن قلت القرآن معلوم أنه لم ينزل جميعا جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا بحسب الوقائع والحوادث من بداية الوحي، من بداية الوحي إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة، والقرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مجزأ ومرتلا، ورتلناه ترتيلا أي أنزلناه متتابعا. فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث، منجما في مدة 23 سنة. والله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فظاهر هاتين الآيتين أن القرآن نزل جملة واحدة، وليس الأمر كذلك. فمعنى أنزل فيه القرآن أنه ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر. فمعنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزال القرآن، ومعنى أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. فبداية نزول القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم تتابع بعد ذلك ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن كما يطلق على جميع الكتاب الكريم يطلق على بعضه، فيقال للسورة قرآن، ويقال للآية قرآن، فالقرآن يشمل القرآن كله ويشمل بعضه، كله يسمى قرآنا. إذن اتضح معنى قوله تعالى: إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا تشريف لهذا الشهر، ولذلك يستحب الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر، لأن الله أنزله فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن في شهر رمضان، وكان جبريل ينزل كل ليلة من ليالي رمضان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. فدل هذا على أن تلاوة القرآن في هذا الشهر لها مزيد فضل ومزيد أجر، وإن كانت تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت، ولكنها في هذا الشهر آكد. فينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر بتدبر وحضور قلب وتفكر في معانيه وأسراره، حتى
يهتدي به وحتى يستفيد منه وحتى يتفقه في معانيه تلاوة مع التدبر، تلاوة مع التدبر، وليست تلاوة آيات وحروف فقط مرور على اللسان بدون تفكر في معانيه وتدبر لمقاصده، بل المسلم يتدبر القرآن. قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من التلاوة التدبر لمعاني القرآن والوقوف عند عبره وعند آياته، تفكر فيه الإنسان ولا يهذه هذا، ويكون همه أن يختم القرآن بدون أنه يتدبر فيه، يقف عند آيات الرحمة ويسأل الله، ويقف عند آيات ذكر العذاب فيستعيذ بالله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا هو المطلوب من دراسة القرآن في شهر رمضان وفي غيره. وفي قوله تعالى: أنزل فيه القرآن، بيان أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية ومن سار على منهجهم الباطل، يقولون إن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، بل هو منزل من عند الله، كلام الله منزل غير مخلوق. ولو كان مخلوقا ما كان منزلا من عند الله. فقوله تعالى: أنزل فيه القرآن، ولم يقل خلق فيه القرآن، وإنما قال أنزل فيه القرآن. وبين الله كيف أنزل القرآن، أن الله تكلم به وأن جبريل سمعه من الله وتحمله من الله بأمانة، وأنه بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته وعلمهم إياه. أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى يعني دلالة على الخير، يدلهم على الخير ويرشدهم إلى الخير ويقودهم إلى البر، هدى للناس، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن هدى ونور وروح وشفاء، لأنه كلام الله جل وعلا. وقوله هدى للناس لجميع الناس، لجميع الناس المؤمنين والكفار. القرآن هدى لمن يريد الهداية من المؤمنين ومن الكفار، بمعنى أنه دال على الخير ومبين للخير، ولكن الذين انتفعوا به هم المؤمنون، أما الكفار فلم ينتفعوا به، وإنما قامت الحجة عليهم وبلغهم القرآن، فلم يبق لهم حجة ولا معذرة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في أول السورة: هدى للمتقين، خص المتقين، وهنا قال هدى للناس، فمعنى هدى للمتقين أن المتقين هم الذين انتفعوا به واهتدوا به وآمنوا به. ومعنى قوله هدى للناس أنه بين للناس كلهم طريق الخير
وطريق الشر، وأرشدهم وبين لهم جميعا. فالكافر بلغته الحجة وانقطعت معذرته عند الله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن فقد بلغته الهداية، ولكنه لم يقبلها إلا المتقون. وأما الكفار فإنها بلغتهم ولكنهم أعرضوا عنها وتركوها. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كذلك الكفار هداهم الله بالقرآن، يعني دلهم وأرشدهم وبين لهم، ولكنهم لم يقبلوا القرآن، بل رفضوه وردوه، فقامت عليهم الحجة لئلا يقولوا يوم القيامة: ما بلغنا من نذير ولا حجة، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هدى للناس وبينات من الهدى، القرآن بينات، يعني آيات واضحة جلية توضح للناس طريق الخير من طريق الشر. فإذا قرأت القرآن عرفت طريق الخير، وعرفت الأعمال الصالحة، وعرفت طريق الشر، وعرفت ما ينهى الله عنه سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأخلاق. القرآن يأمر، القرآن فيه أوامر الله وفيه نواهي الله جل وعلا، يأمر بالخير وينهى عن الشر، ويأمر بالأعمال الصالحة وينهى عن الأعمال السيئة، يأمر بالتوحيد والإخلاص وينهى عن الشرك وعن الرياء وعن العمل لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بينات من الهدى يعني الدلالة الواضحة، والفرقان أي الفرقان والفرق بين الحق والباطل. فالقرآن فرقان، بمعنى أنه فرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين البصيرة والعمى. بينات من الهدى والفرقان، هذه أوصاف، هذه من أوصاف هذا القرآن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة المحمدية، والذي هو أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه من جنس كلام الناس، من جنس كلام العرب، ولكنهم عجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، عجزوا عن القرآن، وعجزوا عن 10 سور، وعجزوا عن سورة واحدة. هذا يدل على أن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لاستطاع الناس أن يأتوا بمثله أو ببعضه، فلما عجزوا دل هذا على أنه كلام الله جل وعلا، وأنه ليس هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى قوله إنه لقول رسول كريم؟ إنه لقول رسول كريم، معنى قول يعني الرسول بلغه، قول رسول كريم يعني أنه بلغه للناس، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالله أخبر أن القرآن كلام الله، وأخبر أنه قول الرسول الملكي وقول الرسول البشري، ولا يمكن
أن يكون الكلام لأكثر من واحد، ما يمكن أن يكون كلام الله ويكون في نفس الوقت كلام جبريل ويكون كلام محمد، هذا لا يمكن، إلا أنه كلام واحد فهو كلام الله جل وعلا، وإنما جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام مبلغان عن الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه أسئلة موجهة إلى شيخنا الفاضل. شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: متى تنتهي مدة الاعتكاف؟ هل عند صلاة العيد أم عند فجر يوم العيد؟ هذا بحسب نية المعتكف. إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه ينتهي إذا ثبت الهلال، هلال شوال، بغروب الشمس ليلة العيد، لأن العشر انتهت بظهور الهلال ليلة الأولى من شهر شوال. هذا نهاية الاعتكاف لمن يريد الاعتكاف العشر الأواخر. أما إذا نوى أن يعتكف إلى صلاة العيد، نوى أن يدخل ليلة العيد مع العشر الأواخر، فله ذلك ويخرج عند صلاة العيد. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم تأخير الفدية لمن عليه دم؟ نعم. ما حكم تأخير الفدية لمن عليه دم؟ الفدية على قسمين، هنا فدية محددة في أيام التشريق، وهي فدية التمتع والقران، هذه في أيام التشريق يوم العيد وثلاثة أيام من بعده، تذبح في هذه الأيام ولا تؤخر عنها. أما فدية الجزاء، فدية الجزاء عن ترك واجب أو فعل محظور محظورات الإحرام، فهذه وقتها موسع، اذبحها في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، وقتها موسع، لكن يبادر بتنفيذها لئلا ينساها أو يموت وهي في ذمته. نعم. هذا سائل يقول: استلمت الركن اليماني فإذا به عطر وكنت في الشوط الرابع، فعندما انتبهت لذلك مسحت يدي بستار الكعبة ثم غسلت يدي بماء زمزم، ولكن بقي فيها من ريح العطر، فهل تصح عمرتي؟ يا أخي، هذا لا يضر. إذا استلمت الحجر الأسود أو الركن اليماني وفيه طيب فهذا لا يضر، لأنك لم تقصد الطيب، وإنما قصدت استلام الحجر أو استلام الركن اليماني ولم تقصد الطيب، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى مسح، لأنها بغير قصد. نعم. هذا سائل يقول: معلم قال لطلابه هذه الأقوال: أولا، إن الله استوى على عرشه من غير مماسة ثم تراجع، وقال: أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبس وتولى ثم تراجع، وقال ونسب أيضا لشيخ الإسلام القول بالتسلسل ثم تراجع، وهكذا عدة أخطاء ويتراجع، فهل يدرس عند مثل هذا الشيخ؟ هذا مشكك، هذا يشكك الناس في أمور عقيدتهم، ولا يجوز أن يدرس عنده ولا أن يتلقى العلم عنه، لأن هذا من أهل الضلال، يشكك الناس ويظهر عقيدته الباطلة، فإذا رأى الناس استنكروا عليه أظهر التراجع، خديعة، ألا يجوز قبول هذا الشخص ولا التتلمذ عليه، ويجب الحذر منه. نعم. وهذا سائل يقول:
ما حكم أخذ المرأة دواء لمنع الدورة من شهر رمضان؟ لا مانع أن المرأة تأخذ الحبوب لأجل منع نزول الدم دم الحيض عليها حتى تصوم وتصلي، لا مانع من ذلك. نعم. وهذا يسأل: من هم الأقارب الذين يجب على المسلم وصلهم ويكون وصلهم عليه فرض عين؟ نعم، الأقارب الذين تجب صلتهم هم كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات من قبل الأب، ومن جهة الأم كالأخوال والخالات والجدات من قبلها، كذلك الإخوة، الإخوة من الأبوين أو الإخوة من الأم أو الإخوة من الأب. الإخوة على اختلافهم هم من أقرب القرابة الذين تجب صلتهم، وأبناء الإخوة وبنات الإخوة. نعم. ويقول أيضا: إذا كان لدي أقارب لا يصلون فهل أصلهم؟ تصلهم مع النصيحة، مع الدعوة إلى الله والنصيحة والإنكار عليهم تصلهم، ولكن لا تحبهم حتى يصلوا. أما أن تصلهم من أجل دعوتهم إلى الله ومن بغضهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، فأنت تصلهم ما هم من أجل المحبة، وإنما تصلهم من أجل القرابة ومن أجل دعوتهم إلى الله لعلهم يتوبون ويرجعون. نعم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة؟ الفرق واضح جدا. أهل السنة والجماعة يثبتون لله الأسماء والصفات، والأشاعرة ينفون كثيرا من الصفات، يثبتون بعضها وهي سبع صفات وينفون الباقي، مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. ثم أيضا في مسألة الإيمان، أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الأشاعرة يقولون: لا، الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولا يشمل الأعمال ولا الأقوال، وإنما هو تصديق بالقلب فقط. هذا غلط وضلال. نعم. هذا سائل يسأل: هل لو تم توزيع كل ما يملك الرجل على بناته بالسوية طيال حياته، هل ذلك يجوز شرعا رغم أن هناك للرجل أشقاء؟ إذا ساوى بين أولاده في العطية ولم يخص بعضهم دون بعض فلا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا ساوى بينهم بالعطية ولم يخص بعضهم دون بعض فلا بأس بذلك، ولو كان له إخوان أو أقارب غيرهم. نعم. شيخنا، بعض الأئمة يصلون الصبح قبل وقته، هل نصلي معهم أم ننتظر وقت دخول الوقت؟ إذا ثبت أن أحدا يصلي قبل الوقت، يعني يقينا تأكدت يقينا أنه يصلي قبل الوقت فلا تصلي معه، أما مجرد الشك والوهم فهذا لا يؤثر، ولا تترك الصلاة مع الجماعة. وما أظن أن هناك إماما يصلي قبل الوقت، ما أظن أحد يتعمد هذا الشيء، لكن ربما أنك متوهم أو عندك شك في ذلك. نعم. هذا سائل يقول: إذا نوى الرجل السفر إلى الحج بالطائرة فاغتسل وتطيب في بيته وأحرم، وعندما مر على الميقات بالطائرة لبى بتلبية الحج وعقد النية، فهل هذا صحيح؟ نعم،
إذا تهيأ للإحرام قبل ركوب الطائرة، يعني اغتسل وتنظف تطيب ولبس ملابس الإحرام، لكنه أخر النية، أخر نية الإحرام إلى الميقات، لا حرج في ذلك، هذا أيسر له وأسهل عليه ولا بأس به. نعم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ مع التوضيح بارك الله فيكم. لا فرق بينهما، منهج المسلم هو عقيدته، قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهج والعقيدة بمعنى واحد، والمذهب بمعنى واحد. نعم. شيخنا، إذا دخل أحد المسجد وأوتر بركعة واحدة، هل تجزئ عليه تحية المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل ركعة واحدة، فلا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز بيع المستلزمات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات المختلطة؟ وهل يكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؟ نعم. هل يجوز بيع المستلزمات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات المختلطة؟ إذا علمت أنها جامعات مختلطة بين الرجال والنساء والذكور والإناث فلا تتعاون معهم ولا تتعامل معهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وهذا سائل يقول: من أي الأيام أفضل عند الله؟ هل العشرة الأواخر في رمضان أم العشرة الأولى من شهر ذي الحجة؟ كلاهما أيام فاضلة، عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، كلاهما أيام فاضلة، وكل عشر منهما له فضائل خاصة. ولكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، تفاوت في الليالي والأيام، فليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. نعم. وهذا سائل يقول: ما تفسير قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ وهل نعم هذا في يوم القيامة الكفار والمذنبون يتحسرون إذا رأوا العذاب ورأوا العقوبة، علموا أنهم فرطوا في حياتهم في الدنيا وأنهم ضيعوا أعمارهم في المعاصي والأعمال السيئة، فيتحسرون عند ذلك ولا ينفعهم التحسر. نعم. وهذا سائل يقول: هل الأذكار المشروعة بعد صلاة النافلة بدعة؟ الأذكار إنما وردت بعد الفريضة، تهليلات العشر أو التسبيح والتكبير والتحميد 33 تمام المئة لا إله إلا الله، هذا ورد بعد الفريضة ولا يقال بعد النافلة، النافلة يستغفر بعدها ويدعو، وأما الأذكار التي وردت بعد الفريضة فلا تجعل بعد النافلة. نعم. هذا سائل يقول: ما رأيكم شيخنا في من يقول أن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية يمثل عمر، أي يمثل عمر رضي الله عنه العقل البشري الظلوم الجهول؟ هذا كلام سيء ولا يصدر ممن في قلبه محبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يتلمس الأخطاء للصحابة، وهذا عدو للصحابة، إما أنه منافق وإما أنه شيعي يبغض الصحابة. والذي فعله عمر في صلح الحديبية إنما هو من باب الغيرة، إنما هو من قوة الغيرة على دين الله عز وجل، وظن أن في ذلك غضاضة على المسلمين، لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فهو فيه الغيرة الشديدة، فأراد أن يظهر العزة للمسلمين اجتهادا منه رضي الله عنه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله جل وعلا، فالذي فعله عمر إنما هو اجتهاد وغيرة منه رضي الله عنه. نعم، وهو عرف ذلك في النهاية، عرف أنه لو أنه فوض الأمر كما فعل أبو بكر، لو فوض الأمر وسكت لكان أحسن له. أدرك بعد ذلك أنه لو سكت وفوض الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو بكر لكان ذلك خيرا له وأحسن، لكنه رضي الله عنه إنما فعل هذا مجتهدا وغيرة على الإسلام والمسلمين. نعم. هذا سائل يقول: يجبرنا مدير المدرسة على تعليق صور ذات أرواح لتعليم الأطفال، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، تعليق الصور لا يجوز، وهو معصية، ولا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا المدرس ولا غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فضيلة شيخنا، ما حكم الذي يصوم ولا يصلي؟ الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل منه صيام ولا يصح منه صيام، لأن تارك الصلاة متعمدا كافر، والكافر لا يصح منه عمل، ولو صام ولو تصدق ولو، لا يقبل منه عمل حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة. نعم. هذه سائلة تسأل: أحرمت بالعمرة واشترطت بعد الإحرام، واشترطت وبعد الإحرام نزل مني دم وشككت فيه، هل هو دم حيض أم أنه دم بكارة، علما أنني حديثة عهد بالزواج وهذا الدم متقدم على موعد الدورة بأسبوع، فأديت العمرة وبعد تم تيقنت أنه دم الدورة، فماذا علي جزاك الله خيرا؟ أخطأت في أداء العمرة والدم عليك، أخطأت في هذا، وعليك أن تعيدي الطواف والسعي والتقصير. العمرة الأولى ما هي صحيحة، وأنت ما زلت محرمة، ما زلت على إحرامك، لأنك لم تؤدي المناسك، أداؤك الأول خطأ، فعليك بتجنب محظورات الإحرام وأداء العمرة من جديد، أداء الطواف والسعي والتقصير من جديد بعدما تطهرين وتغتسلين من الحيض. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز القراءة في المسجد مع الإمام في صلاة القيام؟ لا، لا تجوز القراءة والإمام يقرأ، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت في الصلاة، هذه نزلت في الصلاة، أمرنا الله إذا قرأ الإمام أن ننصت وأن نستمع للقرآن وننصت ولا نقرأ. نعم. وهذا سائل يقول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر دائما أم أحيانا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا راتبة الفجر، ما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا، ولا ذكر عنه أنه ترك الوتر مرة واحدة أو ترك ركعتي الفجر،
بل كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في السفر والحضر. نعم. وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، عرف لنا مفهوم الهجر الشرعي وكيف نهجر. الهجر الشرعي للكافر، يهجر الكافر هجرا دائما حتى يسلم، يدخل في الإسلام. وكذلك للعاصي، المسلم العاصي إذا كان هجره يردعه عن المعصية فإنه يهجر، أما إذا كان هجره لا يردعه عن المعصية فإنه ينصح ويدعى ولا يهجر. نعم. هذا السائل يقول: ما معنى هذا الدعاء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ معناه واضح أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد هذه المخلوقات. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم فائدة البنك على الوديعة إذا كان البنك يقوم بأعمال تجارية؟ إذا كان يتعامل بمعاملات شرعية مباحة فلا بأس، أما إذا كان البنك يتعامل بالربا أو بالقمار فلا يجوز أخذ الفوائد منه لأنها ربوية. نعم. هذا سائل يقول: أنا مدرس، استأذنت من مديري يوما لأداء عمرة، فما حكم ذلك؟ هذا حسب النظام، إذا كان النظام يسمح لك ويعطيك هذه الإجازة حق لك فلا بأس بذلك، أما إذا كان النظام لا يسمح لك فإن أداء العمل واجب عليك والعمرة مستحبة، فلا تترك الواجب من أجل مستحب. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخنا، هل يجوز حلق اللحية عند الضرورة مثل الجندي إذا خير بين حلق اللحية أو قطع راتبه؟ لا يجوز حلق اللحية لأنه معصية محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان ما تقبل في الجندية إلا بحلق اللحية اترك الجندية، اطلب الرزق في غيرها، الأرزاق كثيرة، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ما ضيق الله عليك وألجأك إلى الجندية، اتركها وأطلب الرزق في غيرها ولا تعص الله عز وجل. نعم. هذا سائل يقول: من يدعي أنه رأى الله وملائكته في المنام ويكتب التمائم للناس ويعمل ما يعمله الصوفية، هل تجوز الصلاة خلفه وكيف ينبغي للمسلم أن يتعامل معه؟ هذا خرافي، لا يجوز أن يصلى خلفه ولا أن يكون إمام للناس ولا قدوة للناس. اللي يطلب من الناس هذه الطلبات أنهم يعظمونه وأنهم ويقول أنا رأيت الله ورأيت الملائكة، يطلب من الناس أنهم يعظمونه وأن هذا خرافي سيء العقيدة. نعم. سائل يقول: رجل يبيع ويشتري في الذهب مع أحد البنوك، فعند الشراء يشتري كمية معينة من الذهب ويسلم للبنك قيمة الكمية دون أن يقبض الذهب، ثم يوكل صاحب البنك ببيع الذهب وله نسبة معينة سواء باعه بربح أم بغير ربح، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل النسبة المعينة التي يأخذها صاحب البنك تعتبر محرمة أم هي عبارة عن إيجار له؟ لا يجوز له يوكل البنك حتى يقبض الذهب، يسلم الدراهم ويقبض الذهب، فإذا قبضه يوكل البنك في بيعه، أما أنه يوكل البنك قبل أن يقبض الذهب هذا أمر لا يجوز. نعم. شيخنا، يقول السائل: متى تبدأ الساعة الأولى ليوم الجمعة؟ الساعة
الساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر أول يوم الجمعة، أول يوم الجمعة يبدأ الساعات، ساعات الخمس الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف 3 أيام أو 7، أم أن من شروط الاعتكاف إتمام العشر الأواخر؟ ليس ذلك من شروط الاعتكاف، يعتكف ما تيسر له، يوم أو 10 أيام أو 5 أيام، ليس للاعتكاف مدة معينة، بل حسب ما يتيسر للإنسان. نعم. وهذا سائل يسأل: رجل اعتمر وعند التحلل لم يحلق، وإنما قصر بالمقص من بعض جوانب رأسه جاهلا ذلك، فهل عمرته صحيحة أم لا؟ عمرته صحيحة، لكن تقصيره ناقص، فعليه في المرة الثانية، عليه في المرة الثانية أن يستكمل قص الرأس من جميع الجوانب ولا يقتصر على جانب واحد. أما ما مضى فإنه مجزي إن شاء الله. نعم. وهذا سائل يقول: نرجو توضيح حديث النهي عن حلق العلم يوم الجمعة. نعم، نهي عن التحلق يوم الجمعة، عن التحلق لطلب العلم يوم الجمعة، من أجل أن يتفرغ الناس لصلاة الجمعة ويتهيأوا لصلاة الجمعة. نعم. هذا سائل يقول: هل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الشرك أم هو محرم؟ هو محرم ووسيلة إلى الشرك، محرم ووسيلة إلى الشرك، محرم لأنه بدعة، ما ورد الأمر أو ما ورد دليل على التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد ولا دليل واحد، وأيضا فيكون بدعة إذا كان ما ورد فهو بدعة، وثانيا مع كونه بدعة هو وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا توسل بجاه الرسول في أول الأمر ينتهي به الأمر إلى أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرك بالله عز وجل. ولا شك أن دين الإسلام جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الرد على هذه الشبهة؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ويقول: القرآن منزل والحديد منزل، فكلاهما إذن مخلوق. الحديد منزل من الجبال، من المرتفعات ومن الجبال، وأما القرآن فهو منزل من الله، الله قال كلام الله، حتى يسمع كلام الله، كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله وصف نفسه لأنه يتكلم، وأن هذا القرآن هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنسب الكلام إليه سبحانه وتعالى. وأما الحديد فهو منزل من مكان خاص، نزل من الجبال، مثل نزول وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، إنزاله من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، هذا إنزال خاص. فالإنزال يتعدد ويتنوع، منه ما هو إنزال من الله جل وعلا وهو كلامه ووحيه، ومنه ما هو إنزال من أمكنة خاصة. نعم. هذا ليس الإنزال معناه واحد في القرآن، يتنوع. نعم. هذا سائل يقول: رجل له أخت تجاوز عمرها 60 سنة. الله جل وعلا يقول: وأنزلنا من السماء ماء. إنزال يكون من السماء، يكون الإنزال من الجبال، يكون من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، الإنزال يتنوع. نعم. هذا سائل يسأل: رجل له أخت تجاوز عمرها 60 سنة، وكانت ذاكرتها سليمة، وأصبحت غير قادرة على الكلام، فهل يجوز الاعتمار عنها؟
لا تعتمر هي، تعتمر هي ولو كانت غير قادرة على الكلام، لأن العمرة طواف وسعي وتقصير، ولو لم تتكلم فعمرتها صحيحة إذا طافت وسعت وقصرت من رأسها، أحرمت أولا، أحرمت ثم طافت ثم سعت ثم قصرت، هذه هي العمرة ولو لم تتكلم. نعم. هذا سائل يقول: لقد شربت ماء والمؤذن يؤذن، فما حكم الصيام؟ الصيام صحيح إن شاء الله، لكن لا تعد لمثل هذا، لأن الأذان على طلوع الفجر فأنت أخطأت، لكن صيامك صحيح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: قرأت حديثا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر حجة، فما مدى صحة هذا الحديث؟ الله لا أعلم هذا الحديث، لكن السعي إلى الصلاة هذا طاعة لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: في الذي يذهب إلى المسجد أن كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فالسعي إلى الصلاة عبادة، وخطواتك إلى المسجد عبادة، كل خطوة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. نعم. ويقول أيضا: هل القرآن في البيت الحرام يكون له من الأجر 100,000 مثل الصلاة؟ لم يرد تحديد في هذا، ولكن تلاوة القرآن ومدارسة القرآن في المسجد الحرام في الحرم أفضل من خارج الحرم، لأنه مكان فاضل. نعم. ما رأيك شيخنا في من يقبل مقام إبراهيم؟ لا غلط، هذا غلط. مقام إبراهيم يصلى عنده فقط، ولا يتمسح به ولا يقبل، وإنما يصلى عنده فقط. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف خرج وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة، صلى خلفه وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. شيخنا، هل يجوز أن نقول أن الصلاة في الصلاة على المرأة: اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ أهلا خيرا من أهلها، الذي ورد: اللهم أبدله أو أبدلها خيرا أهلا خيرا من أهلها. نعم، يقال للذكر والأنثى: اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. نعم. وهذا سائل يقول: إذا اشترطت الزوجة على زوجها قبل العقد عدم التعدد، فهل يلزمه ذلك أم أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ إذا شرطت لا يتزوج عليها فهي على شرطها، وهو لا يلزمه أنه ما يتزوج، لكن إذا تزوج عليها لها الخيار، إن شاءت تفسخ وإن شاءت تبقى عملا بشرطها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.